صباح الخيرات. أبوسك. نعم يا فندم. أبوسك. أبوس مين يا فندم؟ أبوسك يا وش السعد، يا مرسال المحبة، يا كيوبيد المنطقة. الراجل ده يا جماعة هو اللي رمى البذرة، ومن هنا من المحل الصغير ده، وهو البذرة كبرت ورعرعت وأصبحت شجرة مثمرة. وديني اهو رايح النهاردة أجني ثمار الشجرة اللي أنت زرعتها حتى لو بدون قصد. أنا رايح النهاردة أقابل أبوها. ألف ألف مبروك يا فندم، بس تسمح لي أسألك سؤال سخيف شوية؟ سؤال سخيف بعد إذنك. حضرتك بصيت في المراية النهاردة؟ بصيت في إيه؟ تمام أهو. أنا بواقي الأكل اللي في أسناني. سبانخ الحاج يا سيدي. أهلاً. على فكرة أنا اتعمدت إن أنا آجي نفس محل الورد ده مخصوص رغم إن هو مش في طريقي علشان بس أصبح عليه. عارف بقى جو التشاؤم والتفاؤل والجنان ده. بقول لك إيه؟ نفس بوكيه المرة اللي فاتت هو إيديك الحلوة. لا مؤاخذة مش واخد بالي. أنت مش فاكرني ولا إيه؟ لا إزاي؟ فاكرك طبعًا، بس نوع الورد كان إيه؟ لا 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 أنت كده مش مركز بقى، مش أزعل؟ لا 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 ما تزعلش، لا 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 أوعى تزعل. حاضر. يلا حاضر. يلا حاضر. صباح الحب. صباح الحب يا فندم. كاميليا. كاميليا إيه؟ اسمع بقى كلمة السر كاميليا. هي إيه دي؟ تجنن. طب ممكن تطلع يلا. حب. اتفضل حضرتك. شكرا. اتفضل يا سلمى. هاي جلبي. انا وصلت اهو. اقول لك انت ديكور بيتكم شبه بيتنا بالظبط، فرق الوان بسيطه بس. كفايه هزار بقى. طب ايه قابلت بوبي؟ لا لسه، لا ده انا متوتر توتر يا لهوي. ليه بس؟ ده بوبي جميل قوي، هو بس يبان جد شويه، بس هو جميل وكيوت جدا. ماشي، اعمل ايه يعني؟ بص انت اهم حاجه تبين له انك مركز معاه طول الوقت. ماشي، اصل انطباعي عن ابو العروسه ده انه راجل سخيف، يقعد بقى يطلع عقد ناقصه بقى ويطلب طلبات تعجيزيه والحاجات دي. ليه بس؟ ده جميل قوي، ده كيوت قوي. هو بص هو يبان جد جدا كده، بس هو جميل جدا. طب اقول لك على حاجه، تعال نجرب كده اكننا هو دلوقتي. هو كده هيسالك يقول لك انت تعرف تعيش سلمى في نفس المستوى اللي هي عايشه فيه ولا لا؟ هتقول له ايه بقى؟ انت طولك اتجوز بنتك اصلا؟ اقول له كده؟ اقول له كده؟ لا طبعا انت بتهزر. الو حضرتك الاستاذ جلال؟ جلال احسان ادري، مدرس موسيقى. خالق الناطق شبهك. ما بالراحه نايم. بقوله كيفيه؟ ده مالك بقى، ده ولا هزار ولا حد بيشتغلك ولا ايه الحكايه؟ لا ده كنت بتكلم في التليفون. متوتر يعني فندم. تحب تغسل وشك؟ بدأنا. مش مهم الشكل يا عمي، المهم الشخصيه. طيب ممكن تبص على نفسك في المرايه؟ ببص كل يوم يا فندم، خلقت ربنا هعمل فيها ايه؟ معلش بص في المرايه. اتفضل. لازم عشان ده يعني تكنيك جديد، زودي كلام مختلفة النهارده. انت من اول اليوم بصيت يا عمي، مش وحش قوي والله. ده هزار بقى، انت جاي تهزر بقى. والله ابدا يا فندم، هو الموضوع كله ان انا يعني متوتر عشان اول مره اتقدم. احنا هنفضل واقفين يا عمي؟ ما انا يعني نتكلم واحنا قاعدين، ايه رايك؟ اتفضل. اتفضل يا عمي اتفضل. الله، يعني امسح ايه طيب؟ يا سلمى. ده انت اللي طلعت هوبا. تعالى يا عمي. اوعى ايدك. تعالى يا عمي بس. لا انت هتعمل عليا مجنون، ده انا اجن منك. ما انا ما هو اصله مكتوب، كله مكتوب. نزل ايدك يا ابني. تعالى بس بعد ما نتجوز هعالجك في احسن مصالح. تعالجني يا مجنون. ايوه تعالى بس. نزل ايدك يلا. حلو ما يكملش، لازم اللي بحبها تطلع ابوها مجنون. مجنون. اقعد بس يا عمي. تعالى بس هقول لك على حاجه. اوعى ايدك يا سلمى. تعالي شوفيني المجنون الاتجاه بقى ده. انت شايف ابوكي بيتكلم ازاي يا سلمى؟ اللي انت كاتبه على وشك ده. انتوا شايفينه؟ ايوه شايفينه. انت بتهزر؟ هي دي امسح. يا نهار اسود. بره. هشرح لحضرتك. بره. اديني فوق. والله انا ضحيه موقف سخيف، انا عارف مين اللي عامله. بره. مش هينفع اقول ظروف عائليه فاهميني. انا مش مجنون والله. بره يا جربوع. جربوع. ثانيه واحده. بره يا متهزر. بيقول لي جربوع يا سلمى. اوعي. انا جاي اتهان في بيتكم. بره يا مهزأ.
انا طب اغلط؟ انا اغلط؟ ده ابوك بره يا جدع. ايه بتعاملوا ولاد الناس كده في بيوتكم؟ ناس ناس مين؟ بره يا بيضه في بيتنا يا بابي. بس يا بنت يا جلجل في اخر الزمن اتهزق وتقال يا جربوع يا جلجل. انت عاجبك اللي حصل ده؟ وهو يعمل ايه؟ يعني ايه اللي انت رسمه على وشك؟ مسحت. انت بتنرفزني على فكره. طب اعمل ايه؟ انا محطوط في موقف زي الزفت، واللي بيحصل ده خارج عن ارادتي. انا مش يعني مقلب زباله. وانت من الصبح لحد دلوقتي ما بصيتش في المرايه يا سلمى؟ بصيت طبعا، بصيت اكتر من مره. بس طب هشرحها لك ازاي؟ انت تصدقي تعقليها يعني ان انا هاجي اقابل ابوكي بالمنظر ده؟ يا هو بقاصد. انت متخيل هو شايفك ازاي؟ ومتخيل موقفي قدامه؟ انت فاهم حاجه؟ فاهم فاهم. بس طب ممكن نقعد في اي مكان اشرح لك؟ هتشرح لي ايه؟ وبعد ما تشرح لي هيحصل ايه؟ يا سلمى عايز اقول حاجه مش عارفه اقولها. ممكن فضل. نقعد في اي مكان فضل. لو سمحتي. يلا. متاكده انك مسحت خالص؟ واكيد لو كان في حاجه ما كناش جينا هنا اصلا. ايوه. ممكن تفهمني بقى؟ انا عايز اعرف انت منين بصيت في المرايه ومنين ما شفتهاش دي بالاسود وكانت كل ده؟ بالراحه انا هشرح لك. اتفضل اشرح لي. بالراحه. انا اللي هقوله لك ده انا عارف انك مش هتصدقيه، بس والله العظيم ده اللي بيحصل. اتفضل قول. انا سلمى بقوم من النوم كل يوم الصبح بلاقي حاجات مكتوبه عليا. ونعم بالله. برضه هتقول لي ونعم بالله؟ انتوا حتى انت يا سلمى، حتى انت بقول لك انا بيتكتب عليا حاجات. انا مش عارف اشرحها لك. وده كلنا. انا عارف بس. عارف ايه؟ يا نهار اسود. رؤيه يا نهار اسود. أكيد دي مش صدفة بقى يعني. مش كل مرة أكيد. صدفة إيه يا حبيبتي؟ هو معقول؟ هو أنا محتاجة صدفة برضه عشان أقفش خطيبي يا خطفت الرجالة؟ إيه ده؟ خطيبك؟ آه يا حبيبتي خطيبي. أنا عايز أعرف إيه حوار خطيبي ده؟ ما أنا هفهمك بس. أعرفي شوفي الدبلة على عارك، شوفي اسمه والتاريخ المكتوب جواها. راسي. بص يا سلمى أنا هفهمك. يا سلمى إيه بقى؟ إيه؟ اتربي هنا؟ إيه اللي بتعمليه ده؟ هكون بعمل ايه؟ شفتك وانت نازل من البيت كاتب على قرطك شكلك اخر مسخره، خفت عليك قلت امشي وراك اما اشوفك رايح فين بالمسخره دي. قرض قصير الاجل يعني. بعمل قرض قصير الاجل علشان اتنيل اتجوزك. انا سلامتك يعني انا اللي قصدت عمري قرض قصير الاجل ده. منك لله يا بعيده، منك لله. هديتي اللي بنيته في 4 اسابيع، كل اللي بنيته في 4 اسابيع هديتيه بكلمه من حنكك. خايف عليا والنبي سجلك والنبي. ما كنت اعرف والله العظيم. انا اعرف انك بتقدم على قد قصير الاجل، كنت ساعدتك ونطوله والله العظيم. معلش ورايا بتزعل مني. قومي غوري قدامي. حاضر حاضر. قومي غوري قدامي. الهي تتشلي يا شيخه في ركبك. انا اسفه. وما توعي تمشي خطوه. أنا أسفة.